صباح الخدمه انا ندخل في السبعه وحنا باقي كنهضروا مشاكل الجمعيه. حنا ما كناخذوا والو هادشي، بالعكس حنا كنحطوا الفلوس من مسجدنا، ولكن حب في هادشي هذا، حب اننا نشوفوا النتيجه هنايا على الارض الواقع في العريش. والعريش نتمنوا انها تكون في واحد الوقت ماشي قصر قصر، راه غادي يقلب العريش يقلب واحد يقول لك وكذا، وما كرهناش نشوفوا كاملين مزيان. ولكن زعما كنقصد لك، الا كنت متبع المسيره ديال الجمعيات، لا يفرح مسيري. اسمح لي انا اكد، حيت حنا بالنسبه للاخوه الاعلاميين ديما كيقلبوا على المعلومه. شنو المعلومه اللي خصني نقلب عليه؟ هو ان مي غنكرموا واحد اللعاب ولا نديروا واحد واحد مقابله وديه في شان اليوم الوطني، كاين واحد اللعابه اللي ولاو مهمشين وهما هادو اللي غتكرموهم. السؤال ديالي بعد ما كملت السؤال ديالي هو ان هذاك التكريم ديالو شكون اللي كان خصو اولى؟ انا كنهضر منطقي، لا عايز هو ان المجلس الجماعي اللي كيعمل القيصريه او هذا واحد 10 المحلات كيعطيهم لهذوك اللعابه، وهذا هو بيت القصيد اللي كنقول لكم هو